حالة كساد وركود تجاري في حركة البيع والشراء أصابت أسواق العاصمة بغداد كتجارة السيارات وسوق العقارات والأعمال الحرة والأسواق التجارية، ما انعكس سلبا على الواقع المالي والمعيشي للجميع. عندك الوضعية الأمنية بالمحافظات غير مستقرة، مهجرين مثل كل واحد عنده محل رايح متهجر من هذا، كل أسباب عدم استقرار السوق. سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة لمواجهة انخفاض أسعار النفط فضلا عن الحركة النقدية المتقلبة والتي أنتجت انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار أدت إلى تقليص السيولة وزيادة في العرض وقلة في الطلب. زيادة الدولار سعر الورق وصعوده أثر تأثير مباشر على الناس ويعني وتقبلها للمواد، لأن هذا الصعود أثر عليها تأثير مباشر. السوق جاي يستلمون الورق على 1193، السوق 1340، كساد السوق، تجارة واقفة، الوضع اللي جاي يعيشه الإنسان العراقي صعب. تخوف المستثمرين وابتعادهم عن السوق العراقية بالإضافة إلى محاولة الحكومة خلق مصادر متنوعة لمعالجة عجزها المالي بصورة ترقيعية كالاقتراض الخارجي وزيادة تصدير النفط وزيادة فرض الضرائب عكس حالة من الارتباك والخشية من الآتي في قابل الأيام، وجعل السوق يشهد تدهورا ملحوظا في انخفاض المبيعات وفتورا ملحوظا في عملية الشراء. ليش نقدم على القروض؟ احنا عندنا الموازنة التشغيلية مالتنا عالية جدا، ببساطة جدا نقدر ان نقلل من عدها بكذا مليار، ببساطة مو فد شيء عالي. اكو بنود هواية موجودة بالموازنة التشغيلية ممكن ان تقل، ثم اكو حلول اخرى قدمها البنك الدولي. ولعل عجز الدولة في موازنة العام الحالي والذي وصل الى نحو 25 مليار دولار كان له نصيب ايضا من مشكلة الركود التي اصابت البلاد. الانخفاض الدراماتيكي لاسعار النفط العالمية وسياسة مالية وصفت بانها خاطئة جعلت العراق يعيش في ازمة مالية بدت واضحة للعيان وانعكست وبشكل كبير على الاسواق التي باتت تعيش ركودا واضحا. محمد فاضل، الحرة، بغداد.